ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا سالما غانما لاهله رددته، ولا غائبا الا سالما غانما لاهله رددته، ولا عقيما الا ذريه صالحه وهبته بجود منك وكرم يا ارحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. وعافنا فيمن عافيت، آمين. وتولنا فيمن توليت، آمين. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، آمين. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، آمين. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك السعادة في الدارين، اللهم إنا نسألك العافية في الدارين، اللهم إنا نسألك السعة في الدارين، اللهم إنا نسألك الخير كله في الدارين، اللهم إنا نسألك عز دنيا وعز قبر وعز آخرة بجود منك وكرم يا رب العالمين. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا 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 ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دار مقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، والقهر عن المقهورين، والعذاب عن المعذبين، وفك أسر المأسورين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم من كانت حياتهم لحياتنا حياة، اللهم اجعل قبورهم عليهم روضة من رياض الجنة، اللهم آنس وحدتهم، اللهم آمن روعتهم، اللهم مد لهم في قبورهم مد أبصارهم، واجعل قبورهم عليهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها بما انت اهله لا بما نحن اهله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم